اما انا شخصيا يعني انا طبعا بحب كل اغانيك وانا عارف ان كل اغانيك حلوه بالنسبه لك، انما من 1500 اغنيه لو قلت لك في خمس اغاني تتوقف عندهم، يعني تشوف ان هم مرحليات. يعني انا مثلا هتستغرب جدا ان انا لغايه دلوقتي منبهر بالنجاح اللي كسر الدنيا لزحمه يا دنيا زحمه مثلا. يعني انا واقف عند رغم ان في ناس تنظر للاغنيه دي اغنيه شعبيه ومش عارف ايه وبتاع مش من، انما انت لو تنقي خمس اغاني هي مفصليه محوريه في حياتك تنقي ايه؟ ما انا عايز اقول لك بقى، انت مسكت واحده في النص. ليه واحده في النص؟ الاغنيه بتاعه زحمه دي اشتغل فيها تحسين يلمز بيس جيتار، واشتغل فيها يحيى خليل درامز طبعا، واشتغل فيها انا بالاورج واشتغل فيها. النهارده مفيش واحد شعبي بيطلع في التلفزيون من غير التوليفه دي، فدي كانت نقله في الاغنيه انه الشعب يطلع بالبند الغربي. ايوه، بالتزاوج بالفيوجن. فانا كل حاجه انا عملتها فيها فيوجن، لان انا عشقت ده في ده. ما كانش يعني الدنيا كلها بتستعمل الدرامز وتستعمل البيس جيتار وتستعمل الالكتريك جيتار، اشمعنى احنا؟ ما ينفع زينه بس تربت في الاول وخلاص. تعرف نظريه بقى الربع تون والبتاع اللي هي الحاجات الديناصوريه القديمه دي؟ لا، انا بيني وبينك اجيب الاورج مره واشرح لك ايه القصه وعملنا ايه، لانها قصه لذيذه قوي. لكن انا هقول عجبني ثلاث حاجات الحقيقه. الساعه اللي تلت ومعادي معاها ثمانية. لما السكه دي رحت ولا من سكه تانية. لما تيجي تقول الساعه اللي تلت مفيش غير الشعب المصري اللي يقول الكلمه دي، كميه اغتزال غير طبيعيه. الساعه اللي تلت هي ساعه وخلاص يعني، بس الا تلت يا نهار ابيض. لما بيجي يسالك على الساعه انت تقول له الا تلت، قال يعني احنا فهلوين عارفين انها اربعه ولا خمسه، ناقصنا الا كام يعني. المهم في بقى قصه تانية لذيذ قوي في البتاع، معرفش كان قصدها حسن وعثمان ولا طم. زحمه وانا رايح له، روحت ما اخاف اقول له تاني اروح له تاني في معادي ما لقاهوش، كسر الزمن. انا رحت في معادي، لا رحت قبل معادي عشان الحق من الزحمه، ام هو كان في حته تانية وراح بعد معاده فاروح له تاني في معادي. فما شوف فلسفه فلسفة وشعبكة لذيذة. بس الأغنية دي كسرت الدنيا. في بقى حاجة أهم عايز أقول له، ما بيسمعش الكلام، إن ده عامل تلوث صوتي، الزحمة عاملة تلوث صوتي. الأغنية دي ما مش سهلة، وهي الناس كانت تفتكرها من أبسط ما يمكن. لا من أبسط، ما هو زي ما شاور هي دي.